السيدات والسادة، مساء الخير. تزامنت نهضة المسرح المصري مع نهضة الحركة الثقافية المصرية وبناء الدولة الحديثة منذ أوائل القرن الماضي، وكانت الولادة الحقيقية للمسرح على يد مؤلفين وملحنين كبار وضعوا الأساس لمسرح غنائي مصري عبر عن أحلام المصريين وتطلعاتهم وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً. وفي الوقت الذي كانت فيه دار الأوبرا الخديوية تعرض أوبرا عايدة لفيردي وأوبرا الناي الساحر لموزارت، كانت مسارح عماد الدين تعرض أوبريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد لسيد درويش. كان هناك ما أسماه النقاد الأوبرا الشعبية في مقابل الأوبرا الأريستقراطية. كان هناك مسرح الجماهير جنبا إلى جنب مع مسرح النخبة. ومن يومها حتى الآن لم تتوقف مسارح مصر بين الحين والآخر عن تقديم الأعمال الغنائية جنبا إلى جنب مع الأعمال التراجيدية والكوميدية. هذا الصيف شهد المسرح القومي إقبالا جماهيريا كبيرا على عمل غنائي جميل أعاد مرة أخرى الأوبرا الشعبية إلى خشبة المسرح. اليوم نحن نستضيف مبدع هذا العمل، مخرج مصري كبير طالما قدم أعمالا طليعية رائدة مزج فيها بين تراث المسرح الشعبي المصري وبين الأساليب الحديثة في المسرح العالمي. نسأله عن أسباب ندرة الأعمال الغنائية في مسارحنا، عن غياب فن الأوبريت والمسرحيات الموسيقية. نسأل عن كتاب المسرح والملحنين، عن الإمكانيات المطلوبة لعودة الحركة المسرحية إلى سابق عهدها، عن المسرح المصري، عن هموم وأحلام مبدعية، عن عودة المسرح الغنائي والشعبي. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم. معي للحديث عن أحوال المسرح المصري وعودة الأعمال الغنائية والأوبرا الشعبية المخرج الكبير الأستاذ عصام السيد. دولة محققة أرقاما قياسية في الإيرادات والإقبال الجماهيري. كانوا انت تتكلم بالنحو على طول زيهم ولا ايه؟ العاميه دوليه في السوق، اما الفصحى فهي لغه العلماء، والجميع هنا يحترمون من يتحدث بها، وانصحك ان تحذو حذوي. يا كفويتي! لا يا عم ما اقدرش. لماذا؟ انها لغتنا الجميله. صحيح، لكن ما تبقاش عيشه لما الواحد يتكلم بيها على طول كده. لا لا يا عم. كلا، انها مساله تعود ليس الا، جرب وستجدها سهله يسيره. وعلى المسرح القومي عرضت له هذا الصيف المسرحيه الغنائيه مش روميو وجولييت بطوله النجم علي جار والنجمه رانيا فريد شوقي في معالجه جديده للروايه العالميه. كما عرضت له على المسرح القومي في عام 2018 مسرحية لينين الرملي اضحك لما تموت من بطولة نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي. حصل المخرج الكبير على العديد من التكريمات والجوائز الرفيعة، وتم اختياره رئيسا للجان تحكيم أهم مهرجانات المسرح في مصر وفي العالم العربي، وكان من أوائل المخرجين العرب الذين تعاونوا مع شركة والت ديزني العالمية. عصام السيد مفكر مسرحي كبير أثرى المسرح المصري بأسلوبه المبتكر ورؤيته الفريدة، وصنع على مدار مشواره حالة مسرحية ستظل مصدر متعة وإلهام لفناني وعشاق المسرح في مصر وفي العالم العربي. أستاذ عصام السيد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني الحقيقة إحنا النهاردة يعني مبسوطين جدا لأنه قطعا هنتكلم عن المسرح والمسرح الغنائي بشكل خاص، بس هنبتدي من مشوارك الجامعي عندما كنت في الجامعة وبدأت هناك هذا المشوار، كيف كان؟ الحقيقة في الجامعة في الوقت ده كانت جامعة عين شمس، كان فيها نشاط مسرحي كبير قوي. وكان في ناس كتير قوي في هذا النشاط طلع منهم نجوم بعد كده. كان يعني دفعة فيها الدكتور يحيى الفخراني، فيها فاروق الفيشاوي، أحمد راتب، محمود حميدة، أحمد عبد العزيز، المرحوم محسن حلمي، سامي مغاوري. كانت الحقيقة فترة سرية جدا، وكان النشاط فيها كبير قوي، وكنا مش بس بنعمل نشاط جوه الجامعة،
كان في حاجه اسمها قوافل فنيه، كنا بنطلع نعرض كمان في المحافظات وفي القرى وكده. يعني مسرح جماعي وبيعرض في المحافظات. كان بيعرض في فكره جميله الحقيقه. جدا جدا. للاسف الشديد بعد كده توقف شويه مساله التجوال ديت، وفضل المسرح الجماعي محاصر داخل الجامعه فقط. يعني حاليا حضرتك عندك فكره عن الى ما وصل اليه المسرح الجماعي؟ لا متابع المسرح. هل ما زال يعني ينجب نجوما جدد؟ طبعا طبعا. الحقيقه المسرح الجماعي اللي يمدي في حاله نشاط غير عاديه. طب يعني في حضرتك بتقول ان في نجوم بداوا معاك، تابعتهم في مسيرتهم الفنيه؟ طبعا. كنا يعني كنا زملاء الجامعه وخرجنا كلنا الحياه الفنيه، فكان شيء طبيعي ان احنا نبقى يعني بنقابل بعض وبنشوف بعض وبنشتغل مع بعض احيانا. الحياه الفنيه الحاليه. الحاليه. هل بها نجوم من المسرح الجماعي؟ حاليا في كتير. في هنيدي، في اساسا من المسرح الجماعي صلاح عبد الله، في فتوح احمد، في احمد صيام، يعني في ناس كتير خرجت من مسرح الجامعه اشتغلت بعد كده في الـ في الـ في الوسط. في بعضهم دخل معهد فنون مسرحيه، وفي بعضهم ما دخلش المعهد بس اشتغل في في الفن يعني. طب دراسه حضرتك للادب الانجليزي يعني كيف افادتك في هذه المسيره؟ لا طبعا، احنا في الادب الانجليزي بندرس دراما ماده متخصصه، وانا كمان كنت كليه التربيه قسم لغه انجليزيه، فكنت بدرس كمان جنب الانجليزي علم نفس. الاثنين الحقيقه فادوني جدا. اللغه الانجليزيه اي لغه يعني مفيده في ان الواحد يقدر يشوف الحاجات اللي بتحصل بره، يتابع يقرا. ودراسه علم النفس فادتني جدا في مساله التعامل مع البشر وتحليل الشخصيات وكده يعني. الحقيقه الدراسه فادتني جدا جدا. طب هل ممكن نقول انه مسرح الاستاذ عصام السيد يتميز بيه؟ انا بحاول الحقيقه اعمل اتجاه خاص بيا، يعني بحاول استفيد من الظواهر الشعبيه المصريه، الاراجوز وخيال الظل وكده، مش بيطلعها هي على المسرح، انما هي ليها روح معينه، روح شفافه كده جميله مرتبطه بالناس قوي، بتتكلم في مشاكل الناس، بتبقى دايما في تفاعل بينها وبين المجتمع، في اسلوب ليها في تقديم القضايا. زائد ان انا بحاول استفيد برضو من التجارب العالميه، يعني بحاول امزج ما بين الاثنين في اسلوب خاص. مين من المخرجين المصريين اللي حضرتك تاثرت بيهم اكتر؟ الاستاذ حسن عبد السلام هو ده بالتحديد. يعني طبعا انا اشتغلت معاه مساعد لماذا؟ فتره طويله. يعني لماذا هذا التميز؟ اشتغلت مع الاستاذ حسن فتره طويله جدا. الاستاذ حسن كان يعني الحقيقه شخص مبدع قوي، وقدم حاجات مختلفه ومتنوعه كتير، وشخص على المستوى الانساني كمان كان شخص يعني كان بالنسبه لي اب. جميل. مش ومعلم واستاذ وكل حاجه. فانا بدين ليه بالفضل الحقيقه قوي قوي. يعني التميز بالنسبه للمخرج المسرحي، يعني مثلا هنقول استاذ حسن عبد السلام كان يتميز بيه، حضرتك بتتميز بيه، والمخرجين الحاليين، يعني ممكن تحدد لي كده كام صفه؟ الاستاذ حسن كان بيتميز بخفه الدم الشديده، دي نمره واحد. نمره اتنين، ودي انصرفت على اعماله يعني؟ طبعا طبعا، يعني محدش يقدر ينسى سيده الجميله. أيوه. روميو جولييت، موسيقى في الحي الشرقي، المتزوجون، الحاجات الجميله خالص اللي عملها الاستاذ حسن. وزائد انه كان ليه ايقاع خاص جدا، يعني ما كانش المسرح عنده بيهدى، دايما في حركه دائبه وفي ميزانسين سريع جدا ومتلاحق، وبيهتم بانه يطلع الممثل في صوره مختلفه. يعني اكيد مدام شويكار قبل سيده الجميله غير مدام شويكار بعد سيده الجميله، وهكذا نفس الحكايه عملها مع الثلاثي. الثلاثي قبل ما يشتغلوا مع الاستاذ حسن كانوا بيعملوا سكتشات. اول مسرحيه تمام. عملها تمام. لهم كانت هو اللي عملها لهم، وبقوا بيعملوا مسرح. فالحقيقه هو كان شخص مبدع، ايقاعه سريع، بيهتم بالممثل يطلعه في احسن صوره، تفاصيل كتيره جدا عند الاستاذ حسن عبد السلام. كل مخرج بيتميز بحاجه، يعني في جوانب تميز عند كل مخرج بتفرقه عن مخرج اخر. صحيح. المسرح الغنائي له اهتمام خاص عند حضرتك، يعني كيف جاء هذا الاختيار؟ الحقيقة أنا من زمان نفسي أعمل مسرح غنائي، وفي محاولات عملتها، بس يعني المسرح الغنائي بالشكل العلمي يمكن مؤخرا عملته في عرض مش روميو وجولييت.
لأنه المسألة هل الأغاني اللي موجودة في العرض عضوية، يعني لو تشالت تأثر ولا ما تأثرش. الحقيقة أن في مش روميو وجولييت إحنا عاملين عرض تقريبا كله غنائي، والأحداث كلها مغناة، الحوار نفسه مغنى. أيوة. وبالتالي هو ده المسرح الغنائي اللي كنت نفسي من زمان أعمله. الغنى عند الشعب المصري شيء أساسي جدا في ثقافته وفي صحيح وفي ذوقه، لدرجة من زمان جدا. زمان كان في أغاني للمهن، أغاني للحالات، أغاني للسبوع، للطهور، للميلاد، للجواز، حتى في يعني حاجاتنا الدينية في تواشيح وترتيل، حتى في المياتم في إحنا بلد التجويد. أيوة. وبالتالي مسألة الصوت والنغم عندنا مسألة مهمة جدا في حياتنا، يمكن اختفت شوية دلوقتي، يعني ما بقتش مثلا في أغاني المهن زي زمان، بس ما زال عندنا مسألة استحسان الصوت والنغمة مسألة أساسية عند المصريين. يعني هيك برضو بتشير لشيء مهم، يعني هل الحياة المصرية فعلا ما زالت تنتج أغاني مرتبطة بمسألة وتصبح يعني في تراثنا الشعبي ونرددها؟ أكيد. يعني هو بس المشكلة أنه في تغيرات إحنا عادة ما بنقبلهاش، بعد شوية بنبتدي نتعود عليها. حاليا مثلا بنرفض أغاني المهرجانات. أيوة. بس ده بيذكرني مثلا في السبعينات لما كنا بنرفض عدوية كان ممنوع من الإذاعة والتلفزيون. أيوة. كنا رافضينه تماما، وبعد ذلك بعد كده ابتدينا نعود ونقول لا، عدوية ده كان تعبير عن فترة، وانه كان صوته كويس، وانه كذا وكذا وكذا. حاليا احنا بنرفض اغاني المهرجانات، ممكن بعد 10 سنين 20 سنة يجي ناس بعدينا يشوفوا فيها انها كانت تعبير عن حاجة معينة في الفترة، ممكن يبقى مجرد يعني ظاهرة وتعدي، بس ممكن تتأسس منها حاجة جديدة او تطلع منها حاجة جديدة. بس في ناس هتختلف مع حضرتك، هتقول مثلا ان اغاني المهرجانات احيانا بتحتوي على تعبيرات او على كلمات غير لائقه. ده صحيح وده مرفوض، بس ممكن جدا بقول لحضرتك بعد شويه الحكايه تاخد شكل اجتماعي اخر. انا فاكر انه مثلا زمان كان في مشاكل بتحصل مع الرقابه في بعض الاغاني، يعني مثلا ياما القمر على الباب، حصلت مشكله في الرقابه انه يما افتح له الباب ولا اناديله، يعني عملت مشكله. زمان كان في اغاني اكثر جرأة من دلوقتي. أيوه. ودلوقتي بنعتبرها تراث. هيحصل ايه في المجتمع؟ ما احناش قادرين نكتشف اللي هيحصل بعد كده، بس هو في المجتمع دايما بيروح مفلتر الحاجات دي، وبيعرف ايه اللي يستمر وايه اللي ما يستمر. المسرح الغنائي اعتقد انه اهتمام حضرتك، يعني منصب على المسرح الغنائي بشكل خاص، يعني كيف ياتي هذا الاختيار للمخرج؟ هو انه يعني انا عملت مش روميو وجولييت عشان حسيت انه احنا في احتياج لصيغه غنائيه مش متداوله قوي، اللي هي اللي بيسموها الاوبرا الشعبيه. وان الموضوع ده اللي داخل المسرحية لو تم عنه التعبير بهذا الشكل هيبقى أقرب للجمهور، هيبقى أفضل للمتلقي. عشان كده فكرت في صيغة الأوبرا الشعبية، اللي هي المسرحية المغناة فروم A to Z من بدايتها لنهايتها، بس الألحان بتاعتي مش كلاسيكية. والحقيقة هو ده كان سؤالي، يعني ما الأوبرا الشعبية؟ لأنه بقى تعبير حاليا بنستخدمه. ايه الاوبرا الشعبيه؟ هي ترجمه مش دقيقه قوي لكلمه روك اوبرا. هنا الروك بمعنى الشعبي، بمعنى الجماهيري. أيوة. مش بمعنى الكلاسيكي. فهنا الاوبرا دي لانها مغناه من البدايه للنهايه، لكن هي مش بصيغه الاوبرا الكلاسيكيه، مش باصوات الاوبرا المعتاده، مش بالحان الاوبرا المعتاده، لا بالحان يقبلها الجمهور المعاصر والجمهور الشعبي، الطبقات العادية يعني. فعشان كده متسمية روك أوبرا، ودي ظهرت في الستينات، يعني مش مسألة قديمة، ابتدت ظهورها في الستينات في أوروبا وأمريكا، وعملت نجاحات ضخمة جدا. احنا تجي لأنها أقرب إلى الناس، أقرب للناس، وكانت الناس يعني بتحب تسمع المواضيع مغناة، هم كانوا بيتناولوا مواضيع صعبة قوي بس بشكل جنائي. أيوة. فده سهل على الناس تلقي هذه الموضوعات.
يعني هنتوقف طيب عند هذه التجربة الجميلة الأخيرة وهي مش روميو وجولييت. يعني كيف جاءت لك هذه الفكرة؟ وهي الحقيقة يعني يبدو العنوان جميل، لكن هو هذا المسرح الغنائي بيحتوي على أفكار رفيعة المستوى الحقيقة. وبنتكلم عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، بنتكلم عليها في مصر. هو زي ما أقول لحضرتك كده أنه الموضوع شائك ودقيق، وعشان كده اخترت له الشكل الغنائي عشان يبقى متقبل من الناس. التسمية مش روميو وجولييت كيف جاءت؟ هو العرض جزء منه الفريق بيعمل مسرحية روميو وجولييت، بس احنا العرض اللي بنعمله يتنافى مع الهدف بتاع مسرحية روميو وجولييت. احنا بنتكلم في حاجة تانية، احناش عايزين الحب الذي يؤدي الى الموت، احنا عايزين الحب الذي يؤدي الى الحياة. فعشان كده جت التسمية بتاعت مش روميو وجولييت. العرض الحقيقة صعب تلخيصه او يعني حكايته، انما هو بيتكلم فيما هو ابعد كمان من مسألة مسيحي ومسلم، بيتكلم في تدخل الناس في حياة الناس. بيتكلم في ان احنا بنحكم على الناس من الظاهر، بيتكلم في ان احنا قاعدين بنراقب بعض، مش مشغولين بحالنا، محدش بص في ورقته، كله بص في ورقة اللي جنبه، فبالتالي بيحصل مشاكل كتير جدا. والمجتمع بيحصل فيه يعني صراعات نتاج لانه كل واحد متمسك برأيه، كل واحد شايف ان هو الصح، بيحكم على الناس، مش مدي فرصة لانه يسمع الاخر، يسمع حتى الاخر. وكمان في احنا عايشين بانه الحب يعني رجل وست. ايوه ده مش صحيح. الحب موجود في حاجات كتير، في من اول حب الوطن لغاية حب الهواية، يعني موجود في كل مظاهر الحياة. احنا ملخصينه بس في الرجل والست، وانه لو 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 طلعت شائعه ان في علاقه ما بين اتنين تبقى كارثه، الناس كلها تحكم فما بالك ان كانت هذه العلاقه هذه الشائعه ما بين مسلم ومسيحي ومسيحي او مسيحيه مسلمه ومسيحي او العكس يعني او العكس. الفكره جت الحقيقه من 2014. كيف؟ انه كان في ايامها مشاكل خاصه بانه فلانه اسلمت وفلان عايز ينقذها، وحواديت ليس لها في الواقع اصل، مجرد شائعات بتنتشر فتسبب الام في المجتمع وكوارث. فجت الفكره من بدات الفكره من 2014، ثم تطورت شويه بشويه، لقيت انه المسألة مش مسألة بس شائعة بتطلق فتصيب المجتمع بكوارث ومعارك. لقيت انه في كمان احكام بتطلق من الظاهر، يعني الناس بتحكم على الناس، الناس متدخلة في حياة الناس، الناس وخصوصا مع السوشيال ميديا. أيوة. بقت الحكاية يعني كل واحد قاعد قاضي وجلاد وقاعد يعني شايف الدنيا بشكل محدد ومن وجهة نظره، من وجهة نظره وهي الصحيحة دائما طبعا يعني. ما لا تقبل الخلاف ولا النقاش، هو يعني هو صاحب الرأي النهائي والقاطع والفاصل. فده طبعا ما يخلقش حالة مجتمعية صحيحة. رد فعل الناس لهذا العرض الجميل ايه؟ الحمد لله، يعني انا سعيد جدا. انا كنت مرعوب وخايف، وكنت يعني مش متاكد ان الناس ممكن تقبل التجربه، بس هو في تجارب سبقت، هي مش اول مره الحقيقه تعمل النوع ده، في تجارب سبقت قبل كده، يمكن مش بعضها مش معروف قوي وبعضها معروف، انما يعني انا كنت خايف جدا مرعوب. يعني شايف حضرتك مثلا في المجتمع حاليا، المجتمع المصري، يعني نوع من الحساسية في استقبال مثل هذه الأفكار في أعمال فنية؟ لا مش الأفكار، ما بتكلمش على الفكرة، بتكلم على كان رعبي من الشكل الموسيقي. يعني إن الناس مش متعودة عليه، التجارب اللي اتعملت في الحكاية دي يعني ما بينها وبين بعض سنين كبيرة طويلة.
يحصل تجربه بعدين توقف طويل، يحصل تجربه في الاوبرا الشعبيه توقف طويل، يحصل تجربه في مسرح موسيقي ويحصل توقف طويل. فانه تاني اعمل هذه التجربه كانت المساله فيها خوف. طب من الناس قبل هذه التجربه يعني ما العمل اللي كان ممكن نطلق عليه اوبرا شعبيه؟ في حاجات كتير زي مسرحيه انقلاب اللي عملها الاستاذ صلاح جاهين مع محمد نوح، وكانت انتاج واخراج الاستاذ جلال الشرقاوي. في عمل قريب كان اسمه شارلي، الدكتور مدحت العدل. واحمد البوهي. بس يعني لو حضرتك هتعد الاعمال هتلاقيها حاجات قليله. مش زي مثلا بقيه الانواع المسرحيه اللي بتتقدم باستمرار، لانها طبعا بتاخد مجهود وبتكلف تكلفه كبيره شويه عن بقيه الاعمال، ومحتاجه نوعيه ممثلين بيقدروا يغنوا ويمثلوا. وده الحقيقه برضو سؤال، يعني حضرتك وجدت عدد يعني من المواهب الكبيره والكبيره اللي ممكن جدا تقدم هذا العمل؟ الحمد بشكل لله. مغنى الحمد لله. احنا معانا الاستاذ علي الحجار طبعا. طبعا يعني ليه باع في المسرح طويل، 33 مسرحيه قبل كده، فممثل مسرحي كويس، زائد انه طبعا يعني مش هحكم عليه النهارده في الغنى. صحيح. طبعا معانا رانيا فريد شوقي. بتغني. رانيا في اول فيلم عملته كانت بتغني وبتعمل استعراضات، فكلمتها وقلت لها المره دي هتغني الدور كله. فبقت يعني متردده شويه لغايه ما ابتدينا ندخل في التجربه فحبتها. معانا ميدو عادل. ميدو عادل مغني جميل خالص، وبيرقص وبيغني وبيمثل. معانا آسر علي، ده عضو المسرح القومي ومغني في الأوبرا. معانا أميرة أحمد، مغنية في الأوبرا وأول مرة تمثل، أول مرة تطلع المسرح. معانا دنيا النشار، ممثلة في المسرح القومي، خريجة معهد باليه بس أول مرة تغني. معانا مايكل سيدهم، أول مرة برضو يغني. معانا الأستاذ عزت زين. أستاذ عزت زين معروف يعني أنه ممثل وكده، بس أول مرة برضو يبقى الدور كله غنائي. الحقيقة قعدت فترة أكون في الكاست مين زائد يعني كده. يعني الحقيقة جمعت مجموعة جميلة جدا جدا وأصوات رائعة. الله يخليك. سيجن طبعا الفضل في المسألة دي يعود برضو للملحن أستاذ أحمد شعتوت، إنه قدر يعمل ألحان على قد الأصوات. يعني كان ممكن تبقى الألحان أصعب من الأصوات أو مش متلائمة معاهم فكانت المسألة تبوظ. التجربة دي لولا أمين حداد كشاعر وأحمد شعتوت كملحن كان ممكن ما تتعملش خالص. الحقيقة حضرتك استخدمت فيها موسيقى مسجلة صحيح؟ صحيح. طب لماذا لم تستخدم موسيقى حية؟ أولا الموسيقيين أجورهم بقت فظيعة جدا، صعبة. صعب ان حضرتك تجيبي فرقه موسيقيه كامله تؤدي هذه الالحان بهذه التوزيعات. تكلفتها هتبقى يعني تخلي تكلفه المسرحيه اضعاف اضعاف. دي نمره واحد. نمره اتنين، يعني عشان تجيبي يبقى عدد من الموسيقيين ضخم كده ويبقى ملتزم معاكي يوميا، دي مساله صعبة. في منتهى الصعوبه الحقيقه. كنت أتمنى طبعا، بس هو مسألة الموسيقى مسجلة دي هي مش بس أرخص، هي كمان أجود، لأنه حضرتك ضمن نفس الكواليتي كل يوم. أيوه. بنفس التوزيع، بنفس الإيقاع، بنفس كل حاجة. بس وجود الفرقة مع المسرح أعتقد يعني بتعطي روح مختلفة. طبعا مش كده؟ طبعا. بس يعني كنت أتمنى، بس هو يعني الإمكانيات ده المتاح. أيوه. الحوار بقية، فاصل قصير نعود بعده لنستكمل هذا الحوار مع المخرج المسرحي الكبير الأستاذ عصام السيد حول المسرح المصري ودوره في بناء الإنسان ومقاومة التطرف. بشكل عام العرض بيتكلم عن الحب بشكل عام، إن احنا نعرف نبص للدنيا بقلبنا، المعنى الشمولي للحب، ودي أجمل حاجة فيه. دوري مش هينفع أقوله قوي لأني لو قلت أبقى بحرق الحدوتة شوية، ولكن هو واحد من الولاد اللي هما كانوا مشاغبين وتحولوا بقوا
بصوا للعالم بشكل كويس. جميلة وإضافة عظيمة طبعا مع مخرج كبير زي أستاذ حسام السيد، نجوم كبار على رأسهم عمنا ونجمنا الكبير وسعد الحجار والعظيمة رانيا فريد شوقي وأستاذة زين، طه، دنيا، أميرة، آسر، كل الناس، أستاذ طارق، عم حمدي، كل الناس جميلة. فتبقى مبسوط لما بقى في كواليس حلوة وكاست حلو، بتبقى مبسوط. عرض حلو ومهم مختلف، عرض ميوزيكال من A to Z، فدي حاجة عظيمة ومختلفة. عرض بيعجب كل الناس، مش بيعجب المتخصصين فقط ولا الناس العادية فقط. العرض شمولي شوية في تواصله مع الناس، ودي أجمل حاجة، تعمل حدوتة تعجب كل الناس. مسرحية مش روميو وجولييت أولا هي نص أنا إحساسي كده أنه بيرجع الناس للأيام الحلوة، يعني الزمن الجميل. المسرحية كلها طاقة حب، اللهم لك الحمد، فضل كبير من ربنا فعلا. نجاح الحمد لله، يعني الناس جملة اللي يقولك أصل الجمهور عايز كده، دي جملة خادعة وكاذبة، مفيش حاجة اسمها كده. الجمهور بينتقي اللي هو عايزه، ولما بيعجبه حاجة هو اللي بيثبت حضوره وبينجح العمل ده، وده اللي حصل في مش روميو وجولييت. والله هو حلم أي ممثل يقف على خشبة المسرح القومي، لأن ده أكبر مسرح على مستوى مصر كلها، يمكن يعني وقف عليه عمالقة الفن، يعني يوسف وهبي، ويعني أسماء ما نتخيلهاش يعني. فإضافة لأي نجم وأي فنان لوقوف على خشبة المسرح. متعة إن أنت بتسمع الكلام المقفى وحتى الكلام اللي مش مقفى، وجوه قوالب وأشكال موسيقية وغنائية مختلفة بتثري المذاق بالنسبة للمتفرج اللي بيتفرج عليه. مش مجرد صراع درامي وحوار ما بين شخصيات، لا، ده هو بيستمتع بالألحان، بيستمتع. وده طبعا هو موجود عندنا بشكل أو بآخر من زمان، من أيام سيد درويش، سلام حجازي، مرورا بديع مصابني. هو تجربة جديدة بالنسبة لي وبالنسبة للمسرح المصري عموما، تجربة مش متكررة. طبعا حضرتك عارفة أن المخرج هو اللي بيختار ممثليه، فهي بالنسبة لي التجربة كانت يعني حالة شغف أن أنا أشارك فيها، وكنت حريص طول الوقت على أن أنا يعني أكون عند حسن ظن الاختيار ده. المسرح القومي تاريخ طبعا طويل جدا، مسرح عريق، هو أعرق مسرح في منطقة الشرق الأوسط. كل ما بنقف على خشبة المسرح بنتذكر الأساتذة العظام اللي وقفوا عليه في يوم من الأيام، وده بيخلق حالة من حالات الجلال والقداسة لهذا المسرح. فكل اللي يقف على خشبة المسرح القومي هو ممثل محظوظ جدا. هو طبعا جرأة من الفنان أيمن الشيوي، لأنه فنان، إن هو يعمل في القومي اللي معروفة بأن هي بتعمل الشكسبيريات والحاجات التخينة قوي الجامدة قوي اللي فيها تمثيل كبير، إنه يعمل فيها حاجة ميوزيكال فيها رأس. المسرحية طول الوقت فيها رأس، يعني طبعا المسألة مش بس خاضعة لأنه لرغبة أو العزيمة أو لفهم مدير المسرح، كمان الميزانية. يكفي بس انه لو الواحد راح مثلا المانيا، الصين، السعوديه، اي حته، اي بلد، وقال انا بعمل عرض في الناشونال ثياتر، في المسرح القومي، حاجه كبيره، حاجه مهمه جدا. الناس تحترم جدا فكره انه المسرح القومي بتاع بلد كبيره زي مصر، دي لوحدها ليها اهميه كبيره. كمان المسرح القومي مش سهل انه اي مسرحيه تقف عليه، في ناس بتجي لنا 3 و4 مرات ويقولنا ورا الكواليس بعد ما بنخلص، ويقول يعني يدخل يقول انا جاي تاني، انا جيت دي رابع مره بس هاجي تاني يعني. فدي حاجه طبعا مش مسبوقه، ما حصلتش كتير. استاذ عصام، انا عايز اسال حضرتك على طبعا انت سعيد بهذا الاقبال الجماهيري جدا على المسرحيه الجميله مش روميو وجولييت، وطبعا يعني الناس كتير وقطعا الايرادات جيده الحمد لله. تفسيرك ايه لهذا الاقبال؟ هل الناس بتقول لبعض؟ طبعا، يعني احنا للاسف الشديد ما عندناش دعايه، عندنا مشكله فيما يخص مساله الدعايه، ما عندناش بند دعايه.
مفيش بند دعائي. مفيش بند دعائي. طب الشاشات التلفزيونية المصرية يعني ألا تساهم في هذا؟ للأسف برضو نفس الحكاية. إحنا بننادي بأنه لازم يحصل تعاون ما بين الإعلام والثقافة. طبعا. أنه يبقى فيه يعني يتم تسجيل المسرحيات ويتم إذاعتها في مقابل إعلانات. أيوة. إحنا ما عندناش أيوة. بند دعاية خالص، ونعتمد في الدعاية على جهودنا الذاتية، ودي مسألة يعني صعبة. إحنا يعني يمكن أنا بعرف أعمل ده، عندي ابني خريج معهد سينما قسم أيوة. إخراج، فبستجله بلا مقابل، معايا كرو متعاون، فممكن نقعد نصور في فيديوهات وننزلها على السوشيال ميديا. بس هو الدعاية مسألة مهمة جدا جدا, جدا. للأسف الشديد ما فيش بند دعاية، وبالتالي بنعتمد على سمعة المسرحية. هو صحيح أي دعاية في الدنيا ما تعملش نجاح، أي عمل فني محتاج لدعاية، بس محتاج لدعاية طبعاً. أي عمل فني للأسف الشديد وزارة الثقافة بتتعامل ضمن منظومة يعني كلية، ففي حاجات ما تسري مفروض ما تسريش على وزارة الثقافة. يعني حضرتك هتشيل بند الدعاية من وزارة التموين، أوكي، لكن وزارة الثقافة ما ينفعش ما ينفعش كده، يبقى إهدار مال عام. إن إحنا بنعمل مسرحيات محدش بيتفرج عليها، إحنا الحمد لله ناجحين والناس بتتفرج، بس في غيرنا ممكن الناس ما تروحش وما تعرفش إن في مسرح. دايما في ناس كتير تقابلني وتقول لي هو فين المسرح؟ وأنتوا ما بتقولوش تعملوا مسرح؟ وهم مش عارفين إن في مسرح. دي حاجة. الحاجة التانية إنه لازم يرجع تاني المسرح يتسجل ويتذاع، دي مسألة أساسية، دي مسألة بديهية يا فندم طبعا. إذا كنا بنبحث فعلا عن عودة قوانا الناعمة، لابد أن تتعاون الأجهزة كلها في هذا الإطار. يعني مسرحية موسيقية ناجحة جدا جدا وعليها إقبال جماهيري جيد جدا، لكنها مقتصرة حتى الآن على سكان القاهرة، وهتخلص لو ما تسجلتش هتخلص واندفع. وإذا يعني لا طبعا بتضم صوتنا لصوت حضرتك، يعني لابد أن هذا العمل الجميل يتم تسجيله. أتمنى طبعاً. يعني أتمنى، لأنه في الآخر خالص ده تراث مصري، ودي خطوة علشان نستعيد تاني قوانا النعمة. طبعا طبعا. يعني ده الغرض الأسمى. إذا كان غرض بقى مادي، فإحنا ممكن نعرضها على الشاشات التلفزيونية وحتبتزب إعلانات برضه. طبعا طبعا. هو الحقيقة يعني أنا في حاجات ما ببقاش فاهمها، يعني في أشياء كده ما بتبقاش مفهومة شوية، إنه إحنا بنتكلم في استثمار الثقافة. طب ما احنا عندنا ثقافة، ما احنا لو عملنا إعلانات الإيراد هيزيد، ولو سجلنا برضو هيجيب إعلانات. أيوة. ففي إيرادات هتزيد. لا احنا ما نفكرش بالطريقة دي، نفكر ان احنا نشيل بند الدعاية عشان نوفره. طب ما هو ده هيخسرك حاجات تانية، هيخسرك على المستوى المادي، وهيخسرك على المستوى المعنوي، وده أخطر. الخسارة على المستوى المعنوي أخطر بكتير. انت النهاردة بنتكلم طبعا. في مسرحية بتتكلم عن المجتمع النهاردة كيف تقاوم التطرف على كل المستويات. أيوة. مش التطرف الديني بس، وهذه المسرحية يعني بتدخل في هذا المجال بشكل جريء جدا. فليه ما تدورش على ان دي تقعد وتتعرض في المدن والاقاليم، وانها تتسجل وتتزع في التلفزيون؟ هو ده التفكير المنطقي والطبيعي. طبعا احنا الحقيقة طبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك. اخترت ابطال هذا العمل كيف؟ يعني لماذا مثلا الفنان الكبير علي الحجار؟ يعني الأستاذ علي، أنا ومعه رانيا فريد شاوي طبعا. الأستاذ علي علاقتنا ممتدة لسنين طويلة جدا. وأنا يعني برغم أن أنا يمكن كنت أنا اللي بدربه تمثيل في أول مسرحية مثلها، كانت ليلة من ألف ليلة، وكانت إخراج الأستاذ حسن عبد السلام، بس أنا من معجبينه في نفس الوقت. ففي حالة تفاهم وود بيني وبين الأستاذ علي. والحقيقة الأستاذ علي مشاركته في العمل جت بطريقة لطيفة جدا. بيسألني أنت داخل مشروع إيه؟ فقلت له داخل مشروع كذا كذا، عايز أعمل أوبرا شعبية. قال أنا أحب أعمل ده. فقلت له أستاذ علي البطولة جماعية. قال لي طب يا استاذ علي ده هتغني اغاني غير الناس متعوده تسمع منك. قال لي موافق. أيوة. فطبعا ده حفزني اكتر في ان انا يعني احاول اعمل عمل يعني يستاهل ان يبقى فيه
علي الحجار، نرنيا في شوقي، ميدو، عزت زين، الناس دي كلها يعني. لا الحقيقه احنا طبعا بنشكره يعني لهذه المشاركه في المسرحيه الجميله جدا. حضرتك كتبت مقال مؤخرا كتبت فيه عن مستقبل الثقافه في مصر، وقلت للسيد وزير الثقافه حاليا، قلت له انه يا ريت انك تجيب كل القرارات السابقه لكل المؤتمرات يعني من كتبوا في انقاذ المسرح المصري، يا ريت تقراها وننفذ مقترحاتهم في هذا. ما اهم المقترحات؟ هو الحقيقه مؤتمرات المسرح يعني مش هنتكلم من المؤتمرات اللي قبل 52 يعني هنتكلم حتى من مؤتمرات السبعينات. كل مؤتمرات المسارح المسرح اللي حصلت فيها توصيات. اخر مؤتمر اتعمل للمسرح المصري اتعمل 2013 كويس في فترة حكم الإخوان، ورفضنا أن وزير ثقافة الإخوان يجي يفتتح المؤتمر، وتعقد المؤتمر وطلع توصيات. بعد ثورة 30 يونيو عملنا مؤتمر تاني اسمه مؤتمر مصر في المواجهة، ثقافة مصر في المواجهة، وطلع برضو قرارات تخص الثقافة كلها. محدش بيتابع هذه القرارات اتنفذت ولا لأ. سيادة الوزير أول ما جه قال أنه هيعمل جلسات حوار مع الناس، فأنا وجهت له رسالة أنه هذه الجلسات علشان تبقى جلسات مفيدة نجيب مؤتمرات المسرح، توصيات بتاعت مؤتمرات المسرح كلها اللي حصلت قبل كده، أيوة، ولجنة تطلع منها التوصيات الصالحة لغاية النهاردة تتنفذ. وهذه التوصيات مش هننفذها مباشرة، دي اللي تطرح بقى على المجتمع المسرحي. أيوة. عندنا توصيات كذا كذا كذا، نتناقش فيها ونشوف ايه الحلول، لان في توصيات كتير جدا ما تنفذتش من زمان، من زمان من السبعينات. فاحنا ليه بنعيد اختراع العجله؟ ما احنا ننجز بقى يعني، ناخد خطوه قدام شويه. عندنا حاجات تخص وزاره الثقافه نفسها، وعندنا حاجات خارج وزاره الثقافه ما حول وزاره الثقافه. لازم يتحط استراتيجية لوزارة الثقافة، هذه الاستراتيجية تبقى متفق عليها وما هياش تخص وزارة الثقافة لوحدها. وزارة الثقافة ممكن تعمل استراتيجية تناقضها مثلا وزارة الأوقاف مثلا، أو تناقضها وزارة الشباب. لازم يبقى وزارة، كل الوزارات اللي بتتعامل مع الثقافة بمعناها العام، الأوقاف، الإعلام، التعليم، التعليم العالي، أيوة، الشباب، كل دول لازم يقعدوا ويتعمل استراتيجية. الحاجة بقى الغريبة إن هذا قد حدث بالفعل في عصر دكتور جابر عصفور، عمل منظومة مصر الثقافية ولم تنفذ لأن دكتور جابر مشي. أيوة. فإحنا كل شوية نقعد نعيد الاختراع. جلسات الحوار الوطني كان فيها شق، أيوة، خاص بالثقافة. طب فين التوصيات دي؟ ولماذا لم تنفذ؟ هنقعد تاني ونتكلم وبس. لا، وجلسات الحوار الوطني حديثة جدا جدا يعني. فاحنا عايزين الحاجات دي نحطها على أرض الواقع وننفذها بما فيها ما لا يخص أو لا يدخل تحت إطار سلطة وزارة الثقافة، لأنه مثلا القوانين التي تخضع لها وزارة الثقافة هي نفس القوانين اللي تخضع لها جميع الوزارات. أي. وهذا لا يجوز ولا طبعا يصح. مجال يعني الاهتمام والعمل مختلف. احنا جايلنا دلوقتي عقد موحد من وزارة المالية، عقد موحد امضي عليه انا كمخرج او يمضي عليه المطرب او الممثل او بينص كذا. على ايه؟ بينص على انه نمرة واحد، ان من حق الطرف الاول يلغي التعاقد معايا لو انا قدمت له اعمال غير مناسبة. ايه بقى الاعمال الغير مناسبة؟ إن في ما يسمى يعني لا، مين الطرف الأول ومين الطرف الثاني؟ الطرف الأول هو وزارة الثقافة. والثاني؟ الثاني اللي هو الفنان. أيوه. أنا المفروض عشان أخرج أخش ممارسة. يعني يتعلن كده مين يخرج ممارسة رومي. إيه مالية يعني؟ أيوه، مين يخرج مش رومي وجولييت ويختاروا أرخص سعر. يعني ده بناء على تقدير مادي. يعني مش صلاحية المخرج ده لهذا لا العمل. لا لا لا. تقدير مادي. أيوة. معقولة؟ ما هو ده اللي بيتم في جميع الوزارات. يعني احنا دلوقتي انا لو حاجة يبني مبنى زي مبنى التلفزيون ده، هعلن ان انا حابني مبنى مواصفاته كذا،
فيتقدم الناس، انا هكلف المبنى كذا، انا هكلف المبنى أيوة كذا. هذا يجوز في بناء حجر يعني من الحجر يعني بالظبط، لكن يجوز في عمل فني؟ لا طبعا، ده بيتطبق علينا، ونادينا اكتر من مره، وزاره الثقافه ليها وضع خاص لا طبعاً يجوز طبعاً تطبيق ده عليه. اقول لحضرتك على حاجه، احد المسرحيات الجميله في تاريخ المسرح المصري ايوه اتعملت والمفروض تتصور، فأصر السادة القانونيين في وزارة الثقافة أنه يتعمل إعلان عشان تتصور مين هيدفع أكتر. أيوة. طيب ماشي، الإعلان ده يتعمل في 3 جرائد حسب مواصفات القانون. طب الإعلان ده نفسه مكلف. حوالي 300 ألف جنيه في هذا الزمن، وهو كان العرض جاي لهم من شركة أنها هتصورها في مقابل 1,000,000 جنيه. طب أنا هدفع تلتهم إعلان؟ لا، كمان بقى واعمل اعلان تاني مين يصورها ارخص. طب ما هو اللي هيصورها ارخص ده ممكن ما يطلعش كواليتي كويس وتترفض في المحطات طبعا، فبالتالي بقت المساله لم تصور هذه المسرحيه، واحده من اجمل مسرحيات المصريه اتعملت. يعني هذا ما زال ساريا؟ ساريا حتى الان. حتى الان يعني هي فرصه بقى الحقيقه نوجه يعني هذه الكلمات لسيد وزير الثقافه الجديد. بس هو 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 ده مش في ايده لوحده، ده لازم يحصل اجتماع مع وزارة المالية يتم فيها طرح هذه المسائل. طب يحدث هذا الاجتماع؟ ياريت. شيء جميل يعني. ياريت. الفن عندنا حائط صد عظيم مؤكد، فلازم نحافظ عليه. صحيح. أنا من وجهة نظري أن الثقافة الجمهورية دي أمن قومي. صحيح. فلا بد الحفاظ عليها. طب أنا كده يعني دي دعوة أيضا للاهتمام بتهيئة قصور الثقافة الجماهيرية طبعا، وهي موجودة على فكرة يعني في كل مكان في مصر، 500 وحاجة موقع في 27 محافظة وفي 28 يعني محافظة. تحتاج لدعم مادي كبير، تحتاج لدعم مادي وتحتاج لإعادة النظر في القوانين التي تحكمها. أيوة. لأنه أنا هكسب إيه من أن أنا أطفش ناس بتمارس هويتها؟ ماديا مش هيحصل. يعني أن الضرائب هتزيد مش هيحصل، مش هتزيد. أيوة أيوة. في حين ان ده يدفع فيه فلوس عشان الناس دي تروح قصر الثقافه طبعا، فلازم يعاد نظر في هذه القوانين. صحيح. المسارح اللي موجوده في مصر، دور العرض المسرحي، هل هي كافيه لتنتج نشاط مسرحي جيد في بلدنا؟ لا طبعا مش كافيه خالص. احنا ما فيش مسارح جديده بتتبني بنفس معدل زياده السكان. ايوه. احنا قعدنا سنين طويلة جدا، السبعينات تقريبا كلها ما فيش مسارح بتتبني، لغاية يمكن آخر التسعينات لما ابتدى اتعمل مثلا الأوبرا، اتعمل الهناجر، الحاجات دي، وبعد كده ما فيش مسارح بتتبني. المسارح الخاصة اللي بتتعمل غالية جدا، وبالتالي إيجاراتها لما تبقى غالية بتبقى التذكرة كمان غالية. لكن وزارة الثقافة بالتالي الأقبال هيبقى أقل طبعا. وزارة الثقافة لم تبني مسرحا جديدا منذ عشرات السنين. خالص. احنا في احتياج القاهرة لوحدها. يعني بنتكلم فعلا عن نشاط مسرحي، وبالتالي لازم نتكلم على دور العرض المسرحي. طبعا. ونتكلم على ميزانيات الإنتاج المسرحي. صحيح. يعني الميزانيات برغم قفزة الأسعار، الميزانيات ما بتزيدش بنفس المعدل. في قلب كل محافظة على الأقل في العاصمة في مسرح للثقافة الجماهيرية مجهز، بيشتغل قد إيه؟ بيشتغل كام شهر في السنة؟ 2 أو 3. ليه؟ لأن دي الميزانيات، ما يقدرش ينتج أكتر. ميزانيات إنتاج المسرحية ما يقدرش ينتج أكتر من عرض واحد في السنة. يعني لو حضرتك دلوقتي يعني أخذت هذه المسرحية الجميلة مش رومو جولييت، وحبيت انك مثلا تعرض مثلا في اسيوط، في المنيا، في كفر الدوار. اسيوط فيها مسرحين. مدينه اسيوط مسرح صيف ومسرح شتوي. المنيا فيها مسرح مجهز. المنيا فيها مسرح. الاسماعيليه فيها مسرح. كل مدن المنصوره فيها مسرحين. بس ده شيء جميل يعني ان احنا نعرف ان احنا عندنا مسارح، عندنا وهي مجهزه او شبه مجهزه او شبه مجهزه. اه طيب لماذا لا تنتشر الفرق المسرحيه؟ في فرق محافظات، بقول لحضرتك انه في فرق محافظات تابعه للثقافه الجماهيريه، لكنها بتشتغل عرض واحد في السنه. كل فرقه بتعمل عرض واحد في السنه.
أنا بتكلم لأن أنا كنت في فترة أيوة مسؤول أيوة عن مسرح الثقافة الجماهيرية. من 2008 ل 2011 أنا كنت مسؤول عن مسرح الثقافة الجماهيرية. في حاجة اسمها الشريحة، الشريحة يعني يعمل عرض في السنة. في حاجة اسمها فرقة قومية أو فرقة قصر أو فرقة بيت. وفي حاجة اسمها نوادي مسرح. دي التصنيفات دي بناء على حجم الإنتاج. ده بينتج بحجم كبير لفرقة قومية، أقل منه فرقة القصر، أقل منه فرقة البيت. النوادي المسرح كانت أيامها بتاخد 1500 جنيه تنتج عرض. كويس؟ بينتج العرض له نصاب عرض 10 أيام. يقعد يشتغل 3 أشهر ويعرض 10 أيام فقط. لماذا؟ خلصوا؟ خلصت الميزانية. لماذا؟ أقعد بقى للسنة الجاية. هذه هي الميزانيات. يعني العرض المسرحي الناس هتدخل تقطع تذاكر؟ لا، الثقافة الجماهيرية ما بتقطعش تذاكر. طب ما نعمل شيء، ما يعني أنا بفكر بصوت عالي إنه من الممكن إنه يبقى حتى أماكن اللي موجود فيها عروض الثقافة الجماهيرية تبقى بأسعار زهيدة، لكن في النهاية هتجمع. لا، خطر. يعني المسألة التذكرة في الثقافة الجماهيرية خطر. يعني الثقافة الجماهيرية معمولة، وده لازم ناخد بالنا منه قوي، معمولة علشان الناس غير القادرة واللي في القرى وفي النجوع وفي المحافظات. مسألة مهمة جدا على مستوى الوعي وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى الأمن القومي إن هم يبقى عندهم مسرح ببلاش، حتى لو برقم رمزي. لا، ممكن بقى أعمل حاجات تانية تجيب فلوس. يعني إحنا عندنا حاجة اسمها الحرف البيئية. الحرف البيئية دي ممكن تتباع وتجيب فلوس. عندنا صناعات ثقافية، لكن مسألة بتشتغل على وعي الناس. يعني لازم بالذات في العصر الحالي، في التوقيت الحالي، وإحنا في قلب هذا العالم المشتعل، لازم نبقى حريصين جدا على مسألة الوعي، وإنه يبقى بأقل سعر ممكن. يعني إحنا بنبحث عن كيف يدخل هذا النشاط المسرحي إلى هذه الأماكن. يعني بالطريقة اللي احنا ماشيين بيها حاليا ما فيش نشاط مسرحي في المحافظات. لا، في بس هو قليل للأسف جداً الشديد جدا. حضرتك ممكن تاخد هذه المسرحية مش روميو وجولييت تعرضها خارج القاهرة واسكندرية؟ صح. فين؟ يعني لا، كمسارح يعني ممكن أي مسرح من بتوع الثقافة الجماهيرية في المحافظات ممكن يتجهز. دي ما فيهاش مشكلة كبيرة، لكن المشكلة في إنه طيب لماذا لا يحدث هذا؟ لأنه تكلفة انتقال العرض بقى في بدلات سفر وفي إقامة وفي كذا، فلازم المحافظات تساعد. مش المحافظات كوزارة الثقافة، المحافظات بقى هنا نخش في قضية في وزارة التنمية المحلية. يعني إزاي نفك هذا التشابك طيب؟ لا، إحنا عايزين يتشابك أكتر. إحنا عايزين كل دول يقعدوا مع بعض ويوجدوا صيغة اسمها استراتيجية ثقافية. أنت عندك كل سنة عندك استضافة مسرحية 1 2 3، المحافظة تدبر ده، لأن المحافظة بقى ساعتها ممكن تفتح شباك وتجيب إيراد. أيوة. زمان كنا بنعمل ده. يعني لما عملت أهل البكوات إحنا رحنا أسيوط والعريش واسكندرية، لفينا في محافظات كتير. رحنا أسيوط في عز الإرهاب عرضنا أهل البكوات هناك، رحنا العريش عرضنا هناك. يعني هذا ما يجب أن يكون. ما يجب أن يكون. لماذا لا يحدث هذا حاليا؟ يعني أنا بقول لحضرتك هتاخد هذه المسرحية الجميلة اللي شفناها وعايزين نعرضها في أقاليم مصر المختلفة، هيمنعك إيه؟ المادي، بس تكلفة المادية فقط. طب والحل تاني؟ يعني الحل، لو يعني بنقدم حل للدولة حاليا، الحل إنه لازم يبقى فيه شباك تذاكر بيتفتح. مسرحية زي دي يتفتح لها شباك تذاكر بأسعار معقولة. تفتح شباك تذاكر، التذاكر دي تروح للمحافظة، المحافظة تدفع من عندها كمان جزء، وبالتالي تعوض. اللي هيعوض أكتر وأكتر بقى الإعلام، إن المسرحية تتسجل وتتذاع. أيوة. ده الهدف الأسمى اللي هيجيب فلوس وفي نفس الوقت هيخدم قضية الوعي. فرصة بقى يعني نوجه نداء لسيد وزير الثقافة
انه يعني يا ريت يجلس مع حضراتكم وتعرضوا عليه هذه المشاكل، واعتقد انه ممكن يبقى في يعني نوع من الحوار الجيد الذي يؤدي الى نتيجه جيده. اتمنى يعني حتى لا ندور في هذه الدائره المفرغه. اتمنى وانه تخرج وزاره الثقافه من قلب منظومه القوانين دي، تعمل لها قواعد خاصه. ممكن الثقافه يعني تسير في خط سير وحدها دون الإعلام ودون التعليم ودون الشباب، وزارة الشباب إطلاقا إطلاقا هتبقى بتعرج. لأن اللي بيتعمل هنا المفروض يصب هنا يصب هنا يصب هنا، والمفروض تبقى كلها في اتجاه واحد، ما ينفعش تبقى في اتجاهات متعددة. لازم اللي يسمعه الشاب في مدرسته هو اللي يسمعه في الإعلام، هو اللي يسمعه في الثقافة، هو اللي يسمعه في الزاوية، هو اللي يسمعه في الجامع، هو اللي يسمعه في أي حتة. وإلا الرسائل المتناقضة دي ممكن تعمل مشاكل كتير جدا. وبالتالي إحنا برضو بنعيد تاني إنه لازم يبقى في استراتيجية عامة للثقافة تجمع هذه الجهات كلها. لازم لازم، وإلا تبقى يعني بنحرط في البحر. صحيح. كان لحضرتك تعاون مع شركة ديزني العالمية؟ أيوه، شركة ديزني قررت أنها تعمل محطة تذيع عليها أعمالها، فكانت المحطة دي موجهة للعالم العربي، فقرروا أنهم يعملوا دوبلاج صوت مخالف بالعربي لأفلامهم. وكان البداية في الأسد الملك لايون كينج. أيوه. فالشركة بعتت الفيلم مصر وبعتته دولة أخرى عربية على أساس أنها تشوف أنه فيهم النسخة هتطلع أحسن فيكمل. فالحمد لله استقرت شركة ديزني في مصر سنوات طويلة بعدها. جميل. كان بأي لهجة؟ اللهجة العامية، العامية المصرية. العامية المصرية. احنا كنا الحقيقة مصرين على مسألة العامية دي. ولما بعد كده شركة ديزني ابتدت تترجم مع شركة أخرى برا مصر بالفصحى، حصلت يعني حملة اسمها ديزني بالعامية المصرية. والحملة دي ما كانتش من مصر، كانت من الدول العربية. يعني كان هناك مطالبة باستخدام اللهجة، باستخدام اللهجة المصرية. لأنه اللهجة المصرية فيها ألفاظ كتيرة محببة ومفهومة في كل الوطن العربي وخفيفة الروح، فبالتالي كان الناس حبتها. يعني من الأفلام احنا أنا شخصيا اشتغلت مع شركة ديزني حوالي 12 فيلم وبعد كده توقفت لأسباب خاصة بيا، إنما ده عمل أرضية للدوبلاج باللهجة المصرية، فخلى الناس ترتبط قوي باللهجة المصرية في الأفلام بتاع ديزني. والحمد لله يعني كان الأفلام يعني ليها سمعة طيبة جدا، لدرجة أنا فاكر إنه كان أول ما نزل لايون كينج في السينما كان في سينمات بتعرض النسخة الإنجليزي وسينمات بتعرض النسخة العربي، شوية بشوية النسخة الإنجليزي قلت ابتدوا يعرضوا النسخة العربي. وما زلت لغاية قريب بتلقى حتى الآن، الكلام ده من 95، بس بتلقى لحد الآن رسائل من ناس ما عرفهاش بتشكرني على الأفلام اللي أنا عملتها مع ديزني، إن هي طبعًا صنعت طبعًا يعني طفولتها طبعا. فأنا سعيد الحقيقة بالتجربة دي. أستاذ عصام السيد، يعني سؤال أخير، ما هي أمنياتك في المجال الفني؟ في المجال الفني ان المسرح يبقى في كل بيت على جدوله، يعني يبقى المسرح جزء اساسي من نشاط الاسره المصريه، كل مثلا خميس الاول من كل شهر او الثلاث او يعني في يوم للمسرح المصري. وهذا يستلزم، هذا يستلزم كم انتاج اكبر، مسارح اكتر، جوده اعلى، انفاق اكتر على الدعايه، التذكره تفضل رخيصه. يعني نضم بصوتنا لصوت حضرتك. أتمنى. أشكرك يا فندم. أنا أشكرك يا فندم. في الختام أشكر ضيفي المخرج المسرحي الكبير الأستاذ عصام السيد، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر.